بقول لك بعد كده اشوف حالها من فين. هنا ابسط باب الاثر. التراب ترى يسوقوه حمير، التراب يجيبوه من الموال او من المقاطع الخارجة من الموال صوب الجبال اللي قال معانا في السيح، يجيبوه يعني يجمعوه يوم يومين يسوقوه تراب. عاد احنا نقولوا تعال غيروا لنا نسوي طفال نزير، اما يكون نقده من الفلق يكتفونا في فياف يجيبوه، او حريم سكاننا في صفاري يعك يعني قدام التراب هذاك يغيل والميس قبل اياه، يغيل والميس قبل اياه، يغيل يقلب الغيله يقلب التراب والمي يسكب قبل اياه. ماشي يعني ماطور ولا شيء يعني سياره ما في، اللي بالصفاري وفياف يساق ما يكون يستقعدوا بادة من الفلق اثر اثرين ويقيلوا بها الفلق جاري تارس ما يأثر. قذفه منه وغيله لك اليوم، حال يوم الثاني عادي يشتغلوا فيه. إذا كان بنيان كان يجي يزر له غفة مال البر مال الصيف، يزرون له غفة تجزير صغيرة صغيرة وخلطوها فوق القيلة حال بنيان. أما حال الطفال بدون غفة بدون تبن بدون شيء تراب مر يغير، يغيروه النفرين وعقاب المصحاه من هنا وعقاب المصحاه هنا، ويقلب التراب والماء ماء والتراب الماء والتراب الماء والتراب لين يجمعوا لهم مره قلبه مغيلينها كامل مره زيوا له حد دور داير يسبوا لها فيها ماء عنيبس بس الى الصبح ترسو. يجي الصبح يلاقيه مره هامد الغيل مغير زاهم هامد مره ما مساكنه، يسهل عليهم عبر على الشغل. إذا بالطفال ما يصير رقيق واجد، الطفال بيجي شوية خشن عشان يكون يثبت في القالب، قالب خشب متفصل تقريبا حوالي فوت ونص القالب طول عرضه 6 إنش أو 8 إنش بس. والحمد لله رب العالمين يعني سلكت الأمور شوي شوي عاد جابوا الوافدين جابوا الطاووق محمد بن زهر الذهلي يسوى ماكينة مال دك مال طابوق، وراشد بن حميد المصلح الله يرحمه يقول له على الناس تموا شوي تبصروا يجيبوا مكاين مال طابوق. هذا الطفال والتراب شوي تم يتخف ياخذوا طابوق يبنيه. وانا عاد نفس الشيء تميت ابني بالطابوق، ابني بالطابوق ويقول لك يا ابن ذهب طابوقك، قال لي ذهب 100 200 بما موجود انصف له اياه. معدتنا هذيك حال طابوق مقمشة مال بنيان مال المحلاه وكل محلاه اللي في البنيان طين في بناء في بداية تعليمي في الطين مع الصناع العمانيين المشهورين القدماء المعروفين سالم اسماعيل محمد بن سالم العبري ودلوح قال دلوح معروف وعلي الريامي ومحمد بن حميد الريامي وعبد الله بن محمد الشكيلي لما جاب الكويت بغى يبني بيت حاله. كل ما يقوى حد من الصناع قال ما فايق ما فاضي ما فايق ما فاضي، قال انا اتعلم وحدي ودار يتعلم وحده ونجح. نوبه نفس الشيء سوى بيت طابقين واحنا بيوله تمين ندليه ونعلمه وتفهم رجال وخلاص عاد استمر. عاد نبي يتداولوه يجي مال بين هنود بنغاليين باكستانيين ما كانوا موجودين بكثره يعني كثره شيء لكن ما موجودين بكثره
والبنيان كل حد باغي يبني، كل حد باغي يسوي يعمر يسوي شيء في يعني في الحارة ولا خارج الحارة، يعني يطلبوهم يدوروهم صناع ويبنيو. كلمة أستاذ ذيك يوم أستاذ لحل الوافد يقال بها كلمة أستاذ الوافد، نعدلها الوافد قال أستاذ يوم جاء قال ما يقولوا له بناي، يقول ها أستاذ بني أستاذ بنيان. وإحنا بقينا مرة نسوي طفال يوم يكون ماشي عندنا بنيان مكان نبني بيوت ولا جدران ولا شيء، نسينا نضرب طفال، نضرب طفال يعني نغيل في الليل على القمرية نغيل التراب، وفي النهار نضرب طفال مرة 500 إلى 1000 نوصل إلى أذان الظهر، من الصبح إلى أذان الظهر 1000 طفالة نسوي مجموعة بياي. وبعدين اشتغلت مع سالم عبود المعمري ومع عبيد وحميد العبيداني ومع يعني عمال كذا يعني نتولف ونسوي مزامط شيل زفارة نفرين، واحد قدام واحد ورا يشيل زفارة ويقلب حالك ويسوي طفل. والحمد لله رب العالمين عيش طيبة وسعيدة وهنية، لو شقة وتكليف لكن الشباب شال لنا والقوة الأكل الحمد لله ما نوكل كما تو يكل هذا العيش أبو تو أكل أول لك التمر نوكل يوم ما يوحى صيني التمر صح ولا ما نوكل مش العمره، والمأكولات عاد الغداء العوال قاشع مالح مشوي مأكولات هذا يعني طري قليل قليل اللحم نوكله. والحمد لله يعني امورنا مره شالين عمر نطلع درج واحنا شالين يعني تراب وشالين غيله وشالين طفال او شالين حصى نطلع نبني فيه يعني. والحمد لله رب العالمين واخيرا اعتنا بعد شويه سافرت قالوا البحرين شلني ابوي وداني البحرين فتره كمين سنه ورجعت رجعت مرة على عملي هو البنيان. يداولوني الناس في كل منطقة في كل حارة وبيتي وحدي هذا اللي تو ساكنين باننا ومن الساس بالحصى والطين بدايته إذا باننا كله من دور داير إلى الآن بنيان وحدي، بس السقف دمه ساعدني فيها شخص جزاه الله خير صالح بن سعيد بن راشد الناصري ساعدني دمه عني الدمام بس والبلاستر، اما البنيان طابوق بنينا وحده بيدي الى الان الحمد لله رب العالمين ساكن فيه. بنيت في قصره وبنيت في المحاضر وبريم والغشب وبل او الوشيل هذا نسير نمشي بعد ما في سياره ولا في حماره، لا سياره ولا في حماره ماشي نسير نشتغل الصبح من نتقهوى من البيت ولا ما نتقهوى مرة نصلينا الصبح ونركض يعني 3 أو 4 عمال ويشتغلوا بيولي 3 أو 4 يمكن واحد مريض ولا شيء 3 يغطيوا ما عندنا شغل في زحمة وبعيد وهذا يعني 4 يتواصلوا في العمل. وأنا كما قلت لك أنا يعني البناية ما نقول أستاذ، الأستاذ هذا كلمة هذا الصناع الكبار، الصناع الكبار يعني نقول يأخذوا على قرش، والقرش تكلم عبارة له قيمة قيمة ما كما التو تو على هو له قيمة ما اختل، لكن عاد ذاك يعطيه قرش صانع. أما أنا كمبتدي وأتعلم منهم قلت ما أبغى قرش أستحب له نص قرش 30 بيسة 40 بيسة أو 60 بيسة وبغي يزيدني عاد جزاه الله خير وما زادني قال بس هذا وما سعره عليك نعطي. والأجير يعطي ورا 20 بيسة 15 بيسة 20 بيسة بيس سودات اللي انجت الربية واللي انجت يعني عاد الريال اختلف السعر الصرف. يعني مشيت أموري في سنين على هذا السعر ما غيرت اللي عاد انجت الربية عاد نأخذ 10 روبيات أنا أخذ صانع أخذ 10 وعلى العمال على 5 روبيات، لكن أنا مميز أخذ 10
10 روبيات. وكذلك مشينا الأمور لين عاد تم يتكاثر الوافدين الهنود والبنغاليين والباكستانيين وغيرهم وغيرهم، تم عاد يتكاثر، تم عاد ناس تأخذ الأجانب. عاد نحن كنت يعني بنيان قديم ما يعرفوه ما حد يتخيروا. استمرت الحياة والعيشة بهذه الطريقة والحمد لله. أول احنا نشتغل فيها مقالي مكلة، نسوي مكلة يعني أبو عيسى الحداد حياته الله يرحمه يسوي مقالي كبار، نسوي فيه نغيلة ومسحاة وهيب ما شك عبارة محلاة وقمشة ولا قدوم ولا حاجة ما يحتاج، بس باين يعني مكلة ويدينا بالطين المسحاة والهيب حال حفر حال يعني تقريب الغيلة يقلب الغيلة بالنصحة. هذا هو يسوي ذراع ويسوي حبل، هذا الحبل الجيم جاي 30 ذراع، حبل طويل 30 ذراع، شرق غرب شمال جنوب 30 30 30 في 30 نقاس. يسوي عاد حصب حصى جامود، من هذا الجامود اللي هذا الجامود 30 ذراع، من هذا الجامود اللي هذا الجامود 30 ذراع، هاي حصاه فدع الجامود حد حدود حدك هنا حدك من ذا الجانب 4 حصايات، واحدة 2 3 4 مربعة العرض 30 ذراع 30 ذراع، وذراع فوق تفوت زيادة الذراع. عاد هنا سوينا مزحة وسوينا ضحوي وسوينا كيف نشجع وكيف نستمر، اذا ما واحد ساكت مبوز مبرطم ما واحد يكلم الثاني ما واحد يعني يمزح مع غيره، استطول الوقت حتى لو قصير الوقت استطولوه، لكن يكون مع المزحه مع هذا ما يحس ولا يدرى غير اذن بالعصر، واحد ما له الظهر اذن بالعصر اوه ما راح، هذه رابي الساعه يرابي بس شغل، قال باقي شويه قال زيده قال قيل قال سوي قال زيد برسمه باقي هذا الشهر نكمله، دري علمه اذن العصر اوكي اذن العصر الحمد لله رب العالمين، قلوب صافيه ومتكاتفه وماشي ضغن وزعل ولا شيء، كله ضحوك همسات همسات. يا له مره واحده يشتغل عندي هذا مسعود الغلابي، مسعود عديت على مال طابوك وبنيان طابوك، نلبس قرع عن سميت وكل يدينا نلبس هذا ربع مال 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 تواير مال تيوب مال تاير، يسويه يشكوه بخيط ونلبسه عن يقلنا يدينا السميت، ومحلاه يعني نقول لهم حد يكون محلاه حد يكون مقمشة وقدوم نكسب الطابوق ويجب عليهم بعد عاد أنا خيط في بلد نوازن الطابوق ونوازن الجدار بلد في حديدة وخيط واحد ممتد حوالي مع 5 أضارع أو 10 ذراع، نمد من ذاك الرأس إلى هو الرأس ونصف الطابوق عليه، عن يجي الطابوق داخل خارج، من نسوي البلد من أول طابوقة إلى آخر طابوقة بعدين نمشي على ذاك الخيط نصف الطابوق ويطلع الجدار مرة 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 ما في اختلاف ولا في تغيير على الشعرة. مستقيم وعندنا خلاف عندنا نخلص طابوق الذهبين وكل شيء عندنا انتم عندنا نسوي له نمسحه يعني بالسميت والرمي نقول بلستر، يعني قالوا بلستر احنا ما نقول بلستر احنا نقول لحام، الاولين نقول له لحام نلحم الجدار، اما توعد الوافدين يوم جايو قال اسمه بلستر، البلستر ما نعرف كيف بلستر هو معناتها، نقول نلحم الجدار نلحمه نصفيه نخليه مرة وبغى يصوغ وما بغى يصوغ عاد ترى يسكنه، ومربع دمام ماشي صبية قليل صبية سميت فوق ماشي أغلبيته مربع، أنا حتى بيدي هذا تو مربع بعده بنيان مال الأول مال الأول من سنين بنياني مال مربع على اللي تو كل حجري
وسبلتي وميكانيك كله ماشي في مسلح. وغالبية البيوت أو الأوليين إلا مربع بس، أما جذوع ولا مربع. والحمد لله رب العالمين، سكنت وجزرة عمر الدنيا فيها الناس.